مش هينفع كل شيء حكيت مع الدكتور استبعد ماشي برجع اللي صار انا كنت في قهوه في البلد اخذت كاسه قهوه وهناك في القهوه بيقولوا في واحد شاب من يابد اسمه احمد استشهد على حاجه صوره انا ما اقترفتش الموضوع ما عرفتش يعني عنه احمد اخذت كاسه القهوه ورحت على محل عندي محل في يابد فدخلت اول سيجاره ولا شاب مالك بقول في واحد اسمه احمد عطافري بيستشهد على حاجه صوره برضه ما فكرتش انه ابني يعني انا لما طلعت البيت ابني حمل كرتونه عصير وراح عند جاري قاعد بصب شايف كل اللي راح يابا ابارك له فصار الحديث يتراود انه احمد عطافري يمكن ابنك اخذ سياره من الشباب واحد من الشباب رحنا على الحاجز لنتاكد انه يعني انا ما كنت متاكد الا تا شفت انه ابني يعني شوف صورته يعني رحت وانا مش كان عنده ابني بس هو يعني ما راح على الارض يعني باللحظه اللي احنا يعني معوش تصريح الارض وروح على الارض فتفاجئنا يعني انا لما رحت شفت شخصيه احمد تفاجئت انه احمد ابني طلع انا ما وصلتش الحاجز انا وصلت بكى هناك منطقه اسمها شجره العروس اجت سياره الهلال الاحمر ودشعوا هالشباب الكيت اخوي يم صار عفت عصاره بصيح وبعيط عرفت انه تلقائي انه ابني قبل ما اشوفه يعني بسبب انه وضع اخوي بكى يصيح وعيط عرفت انه احمد عطاري